قطن القيامة قام الجميع ودات كثير. هلا هلا ايش اللي بتحكوا عنه؟ اساسا انا مش لابسه الشنطة، عارفه ليش؟ ليه؟ لانه احنا اساسا بدناش نروح على المدرسه اليوم، شو رايكم نغيب ونضل ندرس وهيك ولما نروح؟ بدنا نروح على منتزه هيك يكون كبير وفي العاب ونلعب فيه، شو رايكم؟ ثاني مره ما تحكوش مدرسه وهبل هذا، لو بدنا نرجع ونسمع ونحفظ، وليش نحفظ ونتعب حالنا؟ صح كلامك، يلا خلي الشنط معكم عشان يعرفوا ما يعرفوش ان كنتوا جبتوا الشنط تاعي. يلا انا ما جبت الشنطه، بس انت تحكي لماما لا بديش فيها. امسكي في ايد امل، يلا انا عايزه بالحام بتبرع كل يوم، انا بعمل زي هيك.
مالك؟ باي الشنط. عشان كان بتمر في القلم وانجرحت ايدها. صوفيا لما جي كنا رايحين على منتزه هيك وحكيت له بدنا نلعب وهي راحت. طب خليها معك شويه نجرب لها امسح لها اياها واعمل لها اياها. تمام يا دكتور ما تحكي لحالك. لا امسكي لها معلش بس امسكي لها. يلا يلا تجي هيك تجي مش كثير هلا. شو بضل تعملها يا دكتور؟ كمان بدي الفها عشان ايش تصير كويسه. طيب خايفين بابا وماما يعرف عشان احنا ما كنا. لا لا ما تخاف يلا مدي اصابعك هذول. ما تخافيش اختك. مدي اصابعك ايوه مدي اصابعك ايوه ارفعي. تجع؟ تجع صح؟ هلا بابا وماما رح يعرف عشان احنا شوي لفين. هيني جاي شوي بس بدي اجيب شغله وين. لا ما تلعبيش فيها عشان تكتب. هاتي ليش لاعبين فيها هيك؟ ايه؟ خلص يا دكتور يلا. مش مشكلة عشان اختي صغير. معلش انا بدي اظبط لها اياها عشان ايش الجرح ايش يشفي بسرعة فاهمة؟ كيف هيك؟ وهيك شو بضل تديها يا دكتور؟ هالقد راح اجيب لك الابرة الحقنة عشان اديك اياها ماشي؟ لا عشان الطيب ما تلتهبش طيب؟ يلا هيني جايك جايك بسرعة الابرة بس مش اضربها بالحيل الك ماشي؟ هيا شوي صغيرة يا أختي تحمليه ماشي؟ اصحط يلا 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 اصحط عيطي قوي قلبك أختي قوية أصلا صحي أنا؟ اه شايفة؟ يلا اصحى يلا يلا خلصنا يلا يلا خفيش خلص خلصنا يلا يلا بالشفا هي بس شوية صغيرة كمان بالشفا بس بدي أنصحك أنت ما تخلي أختك ثاني مرة تروح على اماكن وتقع من عليهم عشان تعورها وممكن ايش يصير عندها جروح وتوديها على دكاتره ويصير يدوها ابره ولان هيك بتنغصب على الابره غصب لانه هي ما بدها الابره ماشي؟ شكرا لك يا دكتور بس اهلك هيعرفوا هيك على فكره مش عارف يا دكتور بس خلص انا بدنا نكون في غرفه لحالنا عشان ما يشوفوش لا الصح انك تقول لابوك كنا بنلعب على مرجيحه ووقعنا تمام؟ عشان لانه بكره هتروح على المدرسه برضه هنشوفها الواحد ما يكون كذاب مع اهله ماشي؟ ما تقولي لهم عشان برضه هم وفروا لهم العلاج اللي كتبت لك اياه انا ماشي؟ بس انا خايف يعملوا في شيء لا لا ولا حاجه قولي لهم الصح دائما للاهل ما بيردوا عليك يلا خذي حالك وروحي شكرا وجيب العلاج شكرا سلام